الاختيار على السيد أديري كوتشي كان في مجموعة كبيرة من التساؤلات وفي مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي اشتغلوا معاه برضو اتكلمنا معاهم، ويهمنا طبعا الشخصية والإدارة الفنية للمدرب، خاصة انه الحقيقة احنا كان عندنا اسم كبير، الكابتن كوبر اسم كبير كان معروف على مستوى العالم من رفع اي حتة كل الناس عارفاه، وبالتالي كان برضو يهمنا ان يبقى اللي طلعنا للكاتيجوري ده انه يبقى مدرب برضو معروف على المستوى العالمي. واعتقد ان مستر أديري له تاريخ كبير ومشرف، وقدم في اسبانيا مجهود كبير، وكان اصلا لاعب محترم في المنتخب المكسيكي، وهو بالمناسبه هو اصلا يعني العيله اصلا والده ووالدته من اسبان اصلا، ولاعب لمنتخب المكسيك، لعب كلاعب وراح مساعد مدرب مع منتخب المكسيك، ثم مرتين مدرب منتخب المكسيك. فاعتقد ان دي خبره مهمه وخبره كبيره للكوتش. وكان زي ما قلت لحضراتكم انه النهارده مجموعه اللاعبين اللي معانا مجموعه لاعبين اكثرهم احترفوا بره، فمهم بالنسبه لهم برضو القناعه الشخصيه اللاعبين المدرب اللي هيقودهم خلال المرحله الجايه. Hello, thank you for your words, Mr. President Hani. It's difficult to watch you, but اولا هو سعيد ان هو يبقى موجود هنا في مصر بعد خبرات حوالي 20 سنة في كمدير فني، وله خبرات أيضا في مجال الكرة في أفريقيا وفي كأس العالم. First of all, I have to say salam alaikum. And after that, well, I said. كما قال السيد هاني غريدة إن إحنا سويا وجنبا إلى جنب سنعمل إن إحنا نطور الكرة. خصوصا مصر بلد كبيرة وتستحق المزيد، وفي المكسيك كمان نفس تقريبا التقاليد والعادات، يعني إن شاء الله هتبقى فترة جيدة، وسعيد إن هو يبقى موجود هنا.